والحقيقة يعني بعد كل الكلام اللي احنا سمعناه ده لازم ان احنا نقف شوية عند الحتة دي تحديدا. احنا كلنا الحقيقة مستنيين ان يبقى في حركة تطوير في السكة الحديد تحديدا، وفي حرق وفي المترو كمان، واحنا عارفين ان كان في حادثة برضو من كام يوم الاسبوع اللي فات في المترو، والوزير من كام يوم كان بيتفقد الجهود الكبيره في تطوير العربات اللي موجوده، عربات سكه الحديد، واشتروا معدات جديده، وفي مئات الملايين من الدولارات بدات تنفق على هذا المرفق الحيوي علشان راحه المصريين. ولكن فكره بقى الاستثمار في العنصر البشري، وجايز هي دي المشكله، وهي دي اللي بتكون اغلب سبب الحوادث. ازاي هنعمل التطوير ده كله وكل شويه بتحصل حادثه بسبب خطا عامل التحويلة؟ كل ما بيحصل حادثة أو أغلب حوادث القطارات بتبقى فيه مشكلة عند عامل التحويلة نفسه. مين هيتحمل مسؤولية ده؟